موجز لأهم الأخبار من النبأ، أهلا بكم. أفاد مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي النبأ باستهداف 5 من مقاتلي المجلس في قصف للطيران الأجنبي المساند لميليشيات الكرامة على منطقة لغوارشا. المصدر أضاف أن 8 من مقاتلي المجلس أصيبوا إصابات متفاوتة جراء هذا القصف الذي استهدف المنطقة. هذا وكان الطيران الأجنبي المساند لميليشيات الكرامة شن غارتين أمس على منطقة غنفودا، فيما يواصل تحليقه بكثافة على كامل المحور الغربي. تشهد محاور القتال في سرت هدوءا حذرا اليوم بعد تقدم قوات البنيان المرصوص والسيطرة على عدة مواقع جديدة بحي المنارة وعمارة 600 بحسب مصدر من قوات العملية. من جهته أكد المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن قواتهم تمكنت من السيطرة على المرتفع المطل على الجزيرة على الجيزة البحرية والسيطرة على منزل من عدة طوابق كان يتمركز به قناصة من عناصر تنظيم الدولة. استنكر اتحاد ثوار تجورة عمليات اختطاف المواطنين التي طالت النساء والرجال والأطفال، محذرا من تورط في هذه العمليات أنه لن ينجو بفعلته. اتحاد ثوار تجورة في بيان له أوضح أن أمن ليبيا خط أحمر دونه الموت ولن يسمح بزعزعته تحت أي ذريعة، مؤكدين استعدادهم لضرب من يحاول زعزعة الأمن داخل العاصمة بكل ما لديهم من قوة حسب وصفهم. كما طالب الثوار الجهة المسؤولة عن اختطاف الشيخ نادر العمراني بفك أسره قبل فوات الأوان، مشددين على عدم المساس بالمؤسسات الدينية. أدان بعض رؤساء المجالس العسكرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية والغربية وقادة الثوار التحركات المسلحة في البلاد والتي تستخدم المرتزقة لتحقيق أهدافها. رؤساء المجالس العسكرية بالمنطقة الغربية والوسطى أكدوا في بيان لهم أنهم سيكونون بالمرصاد لمن يحاول زعزعة الاستقرار بغرض الوصول إلى السلطة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.